السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا الان في منطقة كاشستو، جينا نصور شقة 3 غرف صالة مساحتها 170 متر مربع في مشروع بروج سكاي الدور الثامن. الشقة اللي بنصورها شقة يسارية، يعني في الدور في 3 شقق، شقة على اليمين وشقة في النص وشقة على اليسار. نصور الشقة اللي على اليسار. زي ما احنا ملاحظين موجود في كل برج عدد 2 من المصاعد. هنا راح يكون مخرج للطوارئ، مدخل الشقة من هنا، شقة 3 غرف صالة مساحتها 170 متر مربع. أول ما نخش المنطقة هذه راح يكون منطقة نقدر نحط فيها دواليب خاصة بالأحذية والعبايات. نجي هنا على اليمين، الغرفة الأولى مساحتها ما شاء الله مساحة شرحة، مساحة جميلة، إطلالة الغرفة هذه إطلالة بحرية. عندنا المنطقة هذه وادي ما راح يبني فيها شيء، يعني إطلالة هذه مضمونة إن شاء الله. نطلع من الغرفة الأولى نجي هنا على الصالة. مساحة الصالة ما شاء الله مساحة كبيرة وشرحة. راح يتم تركيب الديكورات السقفية. وعندنا مخرج البلكونة من الصالة، وعلى اليسار هنا عندنا واجهة مطلة على الطبيعة. البلكونة إطلالتها على البحر. الطبيعة مساحة البلكونة مساحة كويسة ما شاء الله. هذا المساحة اللي احنا شايفينها مساحة الصالة. نطلع من الصالة، مقابل الصالة عندنا حمام أول وتفرامة دورة مياه أولى. راح يتم تركيب الكرسي والمغسلة والكلوزت. مقابلة هنا راح يتم تركيب دواليب المطبخ. ما شاء الله مساحة المطبخ برضو مساحة كويسة. عندنا مخرج من المطبخ للبلكونة. هذه البلكونة بلكونة خلفية إطلالتها على مجمع خلفي. في المجمع راح يتم تركيب اللي هو الجلسات العائلية وملاعب الأطفال، مواقف مغلقة. الأرضيات كلها راح يتم تركيب الحجر الطبيعي زي ما شايفين. تم التلييس، ننتهي من التلييس إن شاء الله. في وقت قصير جدا راح يتم تسليم الشقق. نجي هنا على الغرفة الثانية، مساحة الغرفة الثانية مساحتها كبيرة ما شاء الله، تقريبا 3.5×4، إطلالتها على المجمع الخلفي. نجي هنا على الحمام الرئيسي وانتو بكرامة. راح يتم تركيب المروش والكلوزت والمغسلة. حمام رئيسي يخدم الشقة ككل. وأخيرا هنا غرفة النوم الرئيسية. غرفة النوم الرئيسية إطلالتها على الخلف على المجمع، ولها حمام خاص بغرفة النوم الرئيسية الماستر، مروش وكلوزت ومغسلة. منطقة كاشستو منطقة حيوية جدا زي ما شرحنا. جواهر مول جدا قريب من الموقع،
زي ما قلنا قبل شوية، البحر 800 متر، الجامع والمواقف، قصدي الجامع والسوبر ماركت والمطاعم وجميع الخدمات قريبة جدا من الموقع. المسافة بين الموقع والمطار تقريبا 8 دقائق، والمسافة بين الموقع والميدان تقريبا 10 دقائق. المنطقة جدا مخدومة بكل الخدمات، ومنطقة يومرة منطقة مرغوبة جدا. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.